يا صباح النور، يا مساء النور، إن شاء الله يسعد صباحكم، إن شاء الله نسمع عنكم كل الأخبار الحلوة. اليوم راح يكون الفيديو يعني بخصوص موضوع القراءات المجانية. هو أنا وعدتكم بعشرون قراءة، راح تنزل إن شاء الله الآن 10 قراءات مجانية، وبعد المساء راح تنزل الـ10 المتبقية. أنا أعتذر لأنه أنا من النوع اللي يعني إذا انضغط خلاص ما أقدر أتواصل معكم في القناة. في نفس الوقت أنا يعني إنسانة إذا أحد دفع لي أكون ملتزمة معه بموضوع القراءة، والقراءات دائما تكون في يوم الدفع أو بعد 24 ساعة من الدفع، تمام؟ أنا ما أتأخر على الناس والناس كلها تعرفني والحمد لله. فأبغى أقول لكم إنه بالنسبة لموضوع القراءات المجانية اللي راح تنزل الحين 10 بس وبالمساء 10، كيف يعني طريقة المشاركة في المسابقة؟ هو من خلال اسمك، اسم والدتك. احنا ندخل على حسابك، بنلاقيك مثلا مسوي مثلا 400 كومنت كذا، بنختارك. ما ادري يعني انت والكومنتات، انت وعدد الكومنتات، اذا شايفناك انك علقت اكثر على الكومنتات يتم اختيارك من خلال بعد المشاركة في القناة ودعم القناة. اذا تبغى تدعمها من خلال قنوات اخرى تكتب على اساس انه يعني ادعموا قناة ام مسك تارو. فيعني لكم، ما ادري كل واحد وكيف طريقته في الدعم وكيف طريقته انه يتم اختياره من خلال المسابقة. طبعا هناك الانستغرام اللي يريد يعني يكون فيه اختيارك من خلال الانستغرام، من خلال بوست ينزل او من خلال اليوتيوب، انت لك حرية الاختيار. طبعا الحين عندي الـ10 قراءات هذولا. الحين نشوف، ناخذ اوكي. طبعا لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. خلينا نشوف داود ابن زينب كاختيار اول. داود ابن زينب على سمية بنت حواء امرأة برج السرطان. المرأة هذه بتحبك لكن انتم قاعدين تعندون على بعض، مفارقين بعض اون واوف كبير. المرأة هذه شوية كذا عندها ظروف عائلية قاعدة تخبيها عنك يا اخ داود، فانا شايفة انها بتحبك، هي بتحبك وانت بتحبها، لكن في شيء قاعد يفرق ما بينكم. ربما هي مضغوطة من العائلة، ربما هي قاعدة تعاني ظروف نفسية. حاول انك يعني خلينا نقول اصبر عليها، من الاخير اصبر عليها، ترى انتم اثنيناتكم بتحبون بعض، لكن هي قاعدة تعيش مشاكل وامور نفسية قاعدة تلخبط على علاقتكم. فهذه هي الـ2 كروت السلبية. انا ما ادري ايش الموضوع، لكن اللي ابغى اقوله لك انتظرها، المرأة هذه بتحبك، ما اريد انكم تخسرون بعض، خصوصي انه يعني الحب متبادل من الاثنين. فراح يجيك منها اتصال، واذا انت تبغى تكلمها ما هو مشكلة، يعني اذا انت بادرت بالموضوع ما هو مشكلة، يعني ما يفرق الموضوع. اثنيناتكم خير على بعض إن شاء الله، يا رب بنسمع عنكم كل الأخبار الحلوة. في عندكم ارتباط ونصيب وكل شيء، لكن علاقتكم حاليا فيها الكثير من الأون والأوف صراحة، يعني فيها كثير أون وأوف. لا، أنتم اثنيناتكم تحبون بعض، وهي تراقبك وأنت بتراقبها وهي بتراقبك، اثنيناتكم على نفس الحالة، تعبانين من دون بعض، بس أنتم متعندون لما تجون مع بعض تصيروا معندين، لكن الحمد لله الحب موجود، كل شيء حلو. عندكم كارت زواج ونصيب، بس شوف ايش الموضوع، لانه هي مخبية عليك شيء، قاعدة تعيش في ازمة نفسية وازمة يعني عائلية، حاول انك تعرف ايش السالفة. يعني صراحة هي مخبية عليك موضوع، انت اكتشف الموضوع هذا قاعد يأثر على علاقتكم. فشوف ان شاء الله انت ايش الموضوع، وان شاء الله يا رب نسمع عنكم كل الاخبار الحلوة. طبعا ننتقل الى القراءة رقم 2، قراءة رفل بنت بشرى مواصفات الزوج. اوكي حبيبتي رفل بنت بشرى، اول حاجة انا شايفة ان شاء الله راح تفتح قسمة نصيبك في القريب العاجل بحول الله. شايفة انه عندك خير راح يجيكي بعد وقتين، بعد يومين، اسبوعين، شهرين، راح تتعرفين على الشريك الجديد، راح يكون اكبر منك ب5 سنوات ماكسيموم، راح يكون اكبر منك ب5 سنوات. نعم، اعطاني الوقت واعطاني. هو برج مائي، سيكون رجل برج مائي او هوائي، الاغلب سيكون رجل برج الميزان، وهو انسان مرة كويس يعني.
شوفي يا اما الميزان ولا العقرب. اوكي اعطاني 2 ابراج الحين، اما الميزان او رجل برج العقرب. فالشخص هذا انسان كويس، شغله مره كويس، يشتغل في شيء في الشرطه او في الحرس، يعني ما ادري، حرس شرطه كذا، شيء فيه نوعا ما سلطه ونفوذ، وهو انسان مره كويس، اكبر منك ب5 سنين، وهو اعزب، لا لم يسبق له الزواج ولا الطلاق. فان شاء الله الله يكتب لك الخير، بعد وقتين ان شاء الله راح تتعرفين عليه، وان شاء الله راح نسمع عنكم كل الاخبار الحلوه. ننتقل الى القراءه رقم 3. زهراء برج الحوت، وهل في وظيفة هذه السنة؟ هل سيتم توظيفي وقبولي في هذه الوظيفة أو بمكان آخر؟ طيب خلينا نشوف. شوف يا حبيبتي زهراء، إذا لم يتم قبولك في هذه الوظيفة يعني، أو تم نوعا ما الرفض، أقول لك إنه وراه خير، وراء هذا الشيء اللي ربما يحزنك انك انت انرفضتي من هذا، يعني خلينا نقول من هذا العمل، اشوف انه عندك فرصة مرة ذهبية، ومرة فرصة كويسة بإذن الله، ليش لا تتعرفين فيها على نصيبك. تمام، راح يكون عندك آخر هذه السنة وظيفة آخر هذه السنة. انا ماني شايفة في المكان اللي انت يعني انت قلتي لي انه قدمت السي في حقي وكل شيء، انا بصراحه ماني شايفه انها فرصه مناسبه لك، بالعكس عندك فرصه ثانيه راح تجيكي بعد وقتين ان شاء الله، وراح يكون من خلالها يمكن تلاقين توأم روحك او نصيبك، ما نعرف، بس انا شايفه انه الخير قادم في طريقه لك، بس مو على هذه الوظيفة، على وظيفة ثانية ان شاء الله راح تكون اخر هذه السنة صراحة، يعني شايفة انه اخر هذه السنة، يعني بعد شهرين كذا ديسمبر، او يقدر يكون حتى في بداية يناير، المهم انه مرة شيء حلو، لكن في اواخر سنة 2021، فالله يسهل لك امورك ان شاء الله، وان شاء الله يسمع عنك كل الاخبار الحلو. طيب ناخذ القراءة لانه انا اكتب توقيتات وكل شيء. المهم براء بنت حسينة او حسنية، يحيى ابن زينب، هل اكو زواج ومتى؟ وما في مشكلة إذا أنا أخطأت في نطق اسم، يعني إذا أنا أخطأت في اسم الأم ما هو مشكلة. أوكي حسنية أو حسينة، شوفي بينكم ارتباط إن شاء الله، في بعض الفوارق ما بينك وما بين يعني يحيى، شخص هذا بيحبك، لكن في طرف ثالث من الموضوع، أنا ماني عارفة مين هو الطرف الثالث، عنده طرف ثالث، نعم مرأة، عنده طرف ثالث وهي مرأة، بيحبك ويبغاكي، لكن يمكن انه في معارضة بسيطة من طرف مرأة بالاول، يعني يمكن راح ترفض، ما تبغى انكم انتم تكونون البعض، لكن بعديها راح يحصل في بينكم قبول، علاقتكم نوعا ما متعرضة الى يعني الى الرفض الاولي، لكن فيما بعد راح يتم القبول، وراح يصير موافقة ما بينكم وما بين العائلتين، وان شاء الله في بينكم نصيب وارتباط. اوكي خلينا نشوف متى راح يكون، في غضون الـ4 شهور راح تتوضح علاقتك انت وهذا الشخص، وان شاء الله يا رب نسمع عنكم كل الاخبار الحلوه يا حبيبتي براء. ننتقل الى القراءه المواليه، قراءه اوكي ابتسام بنت حسيبه، الزواج مواصفاته، انا مراه برج الحمل. ابتسام بنت حسيبه، والله متقدم لك شخص يعيش برا البلد يعني حبيبتي، اول حاجه يعيش برا البلد، ثاني حاجه هو من العائله او انه من طرف واحده من صديقاتك، يعني انا شايفه انه في وراها واسطه خير وهي مرأة ان شاء الله. اوكي راح تفتح قسمه نصيبك مع هذا الرجل، وهو إنسان مرة كويس، يعني بيشتغل في أمور مالية أو تجارية، يعني أمور بيزنس حر، يعني هو عمله حر، وراح تتعرفين على هذا الشخص في غضون الـ3 شهور الجاية إن شاء الله، راح نسمع عنك الأخبار الحلوة.
بداية موفقة، بداية سنة 2022 راح تكون مرة موفقة عليكي، راح تكون فيها التسير في الأمور والتسهيلات إن شاء الله. صحيح يعني ما انفتحت قسم نصيبك، صحيح ايه صحيح انه تأخر موضوع زواجك، بس انا من الاخير شايفة انه وراء التأخر خير، وهو انك تلاقين توأم روحك اللي تبغينه واللي تتمناه. فحبيبة قلبي يعني الشخص هذا مواصفاته انه هو راح يكون اكبر منك ب7 سنوات او اكثر شوية، 8 9، يعني راح يكون بهذا 7 8 9 سنين اكبر منك، وسيكون خلينا نشوف في ايش برجه. رجل برج الحوت طالع معي، رجل برج الحوت حاليا يعني كأنه برج مائي هو، وهو إنسان مرة كويس، راح يكون أكبر منك ب7 سنوات كما قلنا أو أكثر، وعمله حر، وراح يتقدم لك في غضون الأوقات الجاية، يعني 3 شهور الجاية راح نسمع عنك كل الأخبار الحلوة يا قلبي. أوكي ننتقل إلى القراءة رقم، ما أدري والله رقم كم صراحة. سمية بنت فاطمة، ناخذ سمية بنت فاطمة. بنت فاطمة على خالد المبروكة، متى تترسم العلاقة؟ وما شاء الله يعني راح تكون القراءة مرة مرة كويسة، يعني راح تكون حياتك مرة كويسة مع هذا الشخص. انتم حاليا قاعدين تعيشون نوعا ما برود او فتور بالعلاقة، في عندكم نوعا ما يعني خلينا نقول شوية برود او ابتعاد، لكن الشخص هذا بيحبك وانت بتحبينه. في بينكم ترسيم للعلاقة ان شاء الله بعد 5 شهور جاية، ان شاء الله راح نسمع عنكم كل الاخبار الحلوة. عندكم نصيب، وعندكم حتى بالنسبة للانجاب عندكم في نصيبكم 3 أطفال، ولدين وبنت حبيبتي، ولدين وبنت. الله يسعد قلوبكم إن شاء الله، والله ييسر أموركم. بعد 5 شهور راح تترسم العلاقة بسم الله ما شاء الله، كلها حب وكلها استقرار. إذا في برود هالفترة إن شاء الله راح تتضبط الأمور وراح تتصلح، وإن شاء الله راح نسمع عنكم كل الأخبار الحلوة يا قلبي. أوكي فإن شاء الله خير يا رب. ننتقل إلى القراءة الموالية، قراءة نبأ بنت سرور. هل يوجد معجب؟ هل يوجد نجاح في الدراسة؟ خلينا نشوف نبأ بنت سرور. انت عندك شخص معجبة فيه او العكس، انت في عندك شخص يعني معجب فيك وعندك شخص معجبة فيه، والشخص اللي انت معجبة فيه ما هو معجب فيك، لكن عندك شخص ثاني منعجب فيك بطريقة صامتة يعني بطريقة سرية. ان شاء الله فهمتي ايش اقصد، يعني انت صحيح عندك شخص ربما انت حاطة عينك عليه، لكن ماني شايفته انه هو الشخص اللي بادلك نفس الاعجاب. عندك رجل ثاني قاعد يحاول انه حاطط عينه عليك، وقاعد يحاول انه يعرف عنك كل الاخبار الطيبة ويعرف عنك كل التفاصيل اللي في حياتك. الشخص هذا انا شايفة انه انسان مرة كويس، اكبر منك بسنتين او ب12 سنة. معجب هذا يعني عنده فترة 3 شهور او 3، يعني فترة الشهور من الاخير يعني ماكسيموم، اذا مو 3 شهور راح تكون 3 اسابيع كذا، يعني ما هو الوقت ما هو مرة طويل. قاعد يحاول انه يركز كل طاقة انه يعرف عنك كل الاخبار والتفاصيل وحياتك وامورك. فبصراحة ما هو المعجب اللي انت في بالك، يعني ما هو الكراش اللي انت في بالك، هو شخص ثاني لا علاقة له بالشخص اللي انت في بالك. اوكي قاعد اقول انه الرجل هذا معجب فيك وبيحبك ويبغى يتواصل معك، ويبغى ياخذ رقم تليفونك او ياخذ اي تفصيل من حياتك عشان يتقرب لك اكثر. والموضوع هذا راح يتم في غضون الوقتين الجايين ان شاء الله، بعد 2 اسبوعين 2 شهرين راح يتقدم لك الشخص هذا ويعترف لك ان عندي فترة وانا قاعد يعني مركز معك. اوكي بالنسبة للنجاح عفوا بالنسبة للنجاح في الدراسة، ركزي شوي حبيبتي نبأ، ركزي شوي. انت يعني ماني شايفة انك قاعدة تفكرين كثير في الدراسة، قاعدة يعني مو قاعدة تسوين مجهودات كبيرة في الدراسة. انا احبك انك تركزين طاقتك اكثر شوي، يعني
يعني في دراستك وفي كل شيء عشان يكون عندك النجاح من نصيبك هذه السنة. النجاح موجود لكن بعد يبغالك مجهود أكثر من المجهودات العادية. فالله يسر أمورك إن شاء الله. وننتقل إلى القراءة الموالية، قراءة مريم بنت ليلى. مريم بنت ليلى، هل في هجرة لبلد أوروبي؟ هذه متابعة وفية، الله يحفظها يا رب ويرزقها كل السعادة، متابعة وفية وتكتب كثير كومنتات. أنا حفظتك يعني وأنا حبيتك من دون ما أعرفك صراحة. مريم بنت ليلى، هل في هجرة لبلد أوروبي؟ أنت كانت عندك هجرة كم مرة ولكن قاعدة تتأجل عندك الأمور. عندك هجرة إن شاء الله لبلد أوروبي، وعندك الارتباط هناك، راح يصير عندك الارتباط في ذاك البلد يعني اللي انت راح تروحين له. البلد الاوروبي هذا قريب، ما هو بعيد يعني، ما هو كثير مره بعيد يعني، خلينا نقول 3 ساعات او ساعتين من بلدك، البلد اللي انت فيها 3 ساعات المسافه في الطياره. فانا شايفه ان الموضوع مره كويس يعني صراحه، وراح تلاقين فيها نصيبك هناك ينتظرك ويبغاكي. وانا شايفه انه الهجره هذه راح تكون في غضون 3 أو 4 5 شهور كذا ماكسيمم صراحه. اعطتني 3 اوقات، اعطتني 4 شهور 5 شهور او 3 شهور، ما ادري. يمكن انت مثلا يعني اوراق قاعده شوي تتعطل بخصوص موضوع السفره، يعني في شيء قاعد يعطل لك امورك، كل مره يصير فيها تاجيل، لكن ان شاء الله راح يتم الموضوع في غضون 3 أو 4 أو 5 شهور. ما نلاقيكي الا ومتصله علينا من البلد الاوروبي وتكلمينا، ترى يا ام مسك انا فون انا اللي متابعه الوفيه في قناتك، وان شاء الله انا هاجرت وموضوعي تمام وكل شيء. فيا رب يتمم امورك والله يسعدك، وان شاء الله يا رب نسمع عنك كل الاخبار الحلوه حبيبتي. يعني اذا تم بعض التاخيرات او شيء كذا من الاوراق وكل حاجه، بس انا في الاخير شايفه عندك هجره ان شاء الله على بدايه سنه 2022 راح تكون مباركه عليك بحول الله. ننتقل الى القراءه المواليه، قدرية بنت مريم، ما القادم في الأيام الجاية؟ قدرية بنت مريم، خلينا نعرف ما القادم في الطريق. أوكي، شوفي يا حبيبتي، أنا اللي قاعدة ملاحظته بالنسبة لك، عندك الكثير من الأشياء اللي قاعدة تحزنك أو قاعدة تعطيك شوية طاقة سلبية، قاعدة تشوفين ظلم أو قاعد يمارس عليك ظلم أو شيء ما هو كويس في حقك. الشيء هذا ربما انت زعجك وظلمك وانت تبغين فرحه تسر خاطرك وتسر قلبك. ان شاء الله راح يكون عندك فرحه، اذا انت مو متزوجه راح يكون عندك نصيب آتٍ، او الفرحه هذه يمكن تكون فرحه فلوس او فرحه مشروع او فرحه تغيير من البلد، مو البلد، تغيير من المنزل اللي انت فيه الى منزل ثاني. عندك استقرار وعندك شيء مره حلو، هذا كله راح يتم في غضون 5 شهور أو 6 شهور الجايه ان شاء الله. يعني بنسمع عنك كل الاخبار الحلوه، الايام الجايه كلها فرحه وكلها خير. انت بعد لازمك تطلعين كل ما هي طاقه سلبيه، خلينا نشوف لاني شايفه في عندك حزن، انا ما ادري ايش هو بالضبط صراحه. اتوقع انت قاعده تعالجين او قاعده تسوين اعمال روحانيه بنيه فتح قسمه نصيبك او تسيير امورك او فك العكوسات اللي عندك. عندك الكثير من العكوسات يا حبيبتي قدريه، انت كل ما تبغين انك تتيسر امورك او تصير عندك فرحه، مع الأسف ما هي قاعدة تتم. يعني في عندك نوعا ما عكوسات تخلي أمورك ما تتيسر، لكن عندك حب في الطريق، عندك فرحة إن شاء الله، وعندك نقلة على صعيدك يعني إذا أنت الاجتماعي، إذا كنت مثلا قاعدة مع ناس أنت ما بتحبيهم أو قاعدة مع ناس ربما هم يعني ظالمينك أو متعدين عليكي، أقول لك إنه وراكي تغيير، يعني في تغيير وفي عندك فرحة إن شاء الله. وبحول الله نسمع عنك كل الأخبار الحلوة، الأيام الجاية إن شاء الله كفيلة إنها تضمد جروحك إذا أنت مجروحة وإذا أنت تعبانة أو متضايقة. عندك فرحة كبيرة كبيرة مرة راح تسعدين فيها، وراح تفتح لك أبواب النصيب أو أبواب الفرحة على صعيدك المالي. أوكي، فالله يسعد قلبك إن شاء الله. ناخذ القراءة الموالية، قراءة الأخيرة رقم 10، هي قراءة عائشة بنت حواء، هل عندي زواج وما هي مواصفاته؟
عندك شخص راح يتقدم لك وراح يكون أكبر منك بثمانية أو تسعة سنوات ماكسيموم 10 سنين. الشخص يعني ما بين 8 9 10 سنين، أوكي؟ شخص هذا راح يتقدم لك، وأنا شايفة إنه يعني سبق له الزواج صراحة، يعني بالنسبة لعائشة بنت حواء شخص هذا سبق له الزواج ولكن ما عنده أطفال، تمام؟ ما عنده أطفال، يعيش في بلد ثاني. نعم يعيش في بلد آخر، يعني ما هو من نفس البلد. بالنسبة لوضعه المادي مرة كويس وميسور، والشخص هذا مرة إنسان يعني جيد جدا يعني، فأنا شايفة أنه عليه العوض، يعني عندك عوض كبير في هذا الشخص، تمام؟ وهو يبغى يتزوج بأسرع وقت، يبغى يتزوج. هو بالنسبة للفارق في العمر مرة كويس، يعني ما هو مرة كبير. خلينا نشوف إيش برجه. راح تفتح قسم نصيبك مع هذا الشخص وراح تتعرفين عليه. برجه ترابي، برجه ترابي الشخص هذا، و برجه إما برج الحمل، إما برج الحمل برج ناري، أو برج الجدي، أو برج الثور. هذول 3 أبراج المبينة عندي في هذه الكارت، أوكي؟ راح تتعرفين على هذا الشخص عن طريق السوشيال ميديا حبيبتي، راح يكون تعارفك عليه عن طريق السوشيال ميديا، وراح يكون إنسان مرة كويس، تمام؟ يعني بإذن الله السميع العليم راح يكون إنسان جاد جدا، وراح يسافر لك عشان يجيكي. فالله يتمم أمورك إن شاء الله يا قلبي، وإن شاء الله يسمع عنك الأخبار الحلوة. طبعا راح ينزل بقية الفيديوهات، يعني بقية 10 قراءات راح تنزل إن شاء الله بعدين المساء أو بالليل، لأنه شوي عندي قراءات الحين، عندي تسجيلات، أنا أسجل الناس وعندي تسجيلات للقراءات المدفوعة وأعمل روحانية من بعد منتصف الليل وكثير أشياء. يعني أنا حتى صوتي شوي تعبان من الضغط صراحة، لكن الله يعيني، ومدام أنا يعني إنسانة كنت واسطة خير لحياتكم وتسير أموركم، ليش لا أساعد كل الناس إن شاء الله؟ اللي يريد يحجز أو يستفسر بخصوص الأسعار القراءات المدفوعة أو بخصوص أسعار الأعمال الروحانية يتواصل معنا للحجز والاستفسار. تكون القراءة أو العمل الروحاني من يوم الدفع أو من بعد 24 ساعة من الدفع. شكرا لكم حبايبي، وإن شاء الله يا رب في لقاء ثاني المساء. الله يسعدكم.